هذا وتواصل وزارة الداخلية من خلال إداراتها المعنية تأمين الانتخابات النيابية والبلدية 2018 بما يسهم في مساعدة الناخبين على التصويت بسهولة والوصول بسلاسة إلى مراكز الاقتراع. مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية 2018 تواصل وزارة الداخلية ومن خلال العديد من الإدارات الأمنية المعنية جهودها لتأمين هذه الانتخابات وتسهيل وصول الناخب إلى مراكز الاقتراع ليدلي بصوته بكامل إرادته تعزيزا للمسيرة الديمقراطية. طبعا تحرص هذه المديرية على وضع الخطط الأمنية قبل العملية بوقت كافي، وعليه يتم الترتيب واختيار الضباط، كما تعتمد هذه المديرية على الانتشار الأمني في وقت مبكر من صباح يوم الاقتراع على أساس أنه يكون هناك في تأمين لمراكز الاقتراع ومحيطها الجغرافي من أي مثلا مخالفات أو أي يعني تمهيد الأرضية بحيث أنها تكون ملائمة لسير العملية بكل يسر وسهولة. أتمنى يعني من المواطنين أنهم يبكرون في الخروج من منازلهم ويكون هناك في التزام حق خطوط السير السيارات، وكذلك في إيقاف السيارات، إيقاف مركباتهم والنزول من السيارات مع أخذ الحيطة والحذر، لأنه بيكون هناك في كثافة من السيارات، كثافة من الناخبين والجهات الأخرى المساعدة. بالنسبة ليوم الانتخابات ويوم الإعادة المقبل إن شاء الله، فأن المديرية كانت قد أنجزت خطتها بهذا الخصوص، تأمين تلك المراكز، وتمثلت هذه الخطة أو تشكلت هذه الخطة من ثلاث مستويات. المستوى الأول كان يعني أو يختص بتأمين مراكز الاقتراع بتوفير عدد من عناصر الشرطة بقيادة الضابط. المستوى الثاني كان من خلال تسيير دوريات الشرطة في محيط تلك المقار أيضا لضمان انسياب الحركة وأيضا لتأمين محيط تلك المقار أمنيا. المستوى الثالث كان تمثل يعني بتسيير الدوريات في على مستوى المحافظة، وذلك لحفظ الأمن والنظام العام. نود التأكيد على أن شرطة محافظة العاصمة جاهزة ومستعدة لاستكمال العرس الانتخابي البحريني في جولته الثانية من خلال عدد من الإجراءات، منها تأمين المقار الانتخابية ومحيطها، وكذلك تأمين الحركة المرورية في محيط هذه المدارس لضمان وصول الناخبين إلى المقار الانتخابية والتصويت بكل سهولة ويسر، كما يدعو المرشحين ولجانهم التنظيمية إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن المخالفات الانتخابية، كما ندعو جميع المواطنين إلى التبكير في الذهاب للمراكز الانتخابية وإدلاء بأصواتهم لكي لتفادي حصول أي ازدحامات في نهاية الوقت. في المحافظة الجنوبية نمتلك 14 مقر انتخابي، منها 6 مراكز عامة و8 مراكز فرعية. في الختام ندعو إخواننا المناخبين للتعاون مع أفراد شرطة خدمة المجتمع عند المغار لتسهيل عملية الدخول والخروج. إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية والبلدية في جولتها الثانية واجب وطني، فمسيرة العطاء والإنجاز ماضية للأمام نحو مستقبل مشرق بفضل شعب البحرين الوفي وتماسكه ووحدته.